يعني ايه واحد يشرب لبن خالي الدهون؟ ما تشربوش يعني، ما تشربش لبن اصلا يعني. هو ال ال طعم وحش، طعم وحش. انا لا 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 بحبه. هو في هي الاستاذ هيبة عندها برضو حق. اللبن مش معتمد بس على نسبه الدهن اللي هي بيسموها الوش او طبقه الكريمه اللي عليه اللبن. لا، اللبن فيه مواد تانية، جوامد وعناصر صلبة تساعد تاني في الجسم بتاع الإنسان، يعني بتديله طاقة وبتساعد على نمو، سواء كان في الشعر أو الجسم أو البشرة أو فمش معتمدة على نسبة الدهن. بس في ناس بقى زي ما حضرتك تفضلت كده، اللي هو ما هوش عايز نسبة دهن، لأنه مثلا يخاف من أنه الكوليسترول يعلى، ممكن نسبة الدهون عنده تزيد، مش عايز وزنه يزيد. كل واحد على حسب توجهه او احتياجه ايه. بس تمام. طيب برضو حابب اسال حضرتك، يعني انا بس على علامات الاستفهام اللي الواحد ممكن وهو بيجي يشتري الحاجه، طب يا رب يعني الضمير اللي يريحني ياخد ايه يعني؟ بلاقي علبه لبن كيلو ب 10 جنيه ومكتوب عليها نفس اللي مكتوب عليه مثلا في ب 16 وفي بتوصل ل 20 جنيه، ايه الفرق بين دي ودي ودي؟ هل الغالي ثمنه فيه ولا كله زي بعض واختلاف شركات؟ بالنسبة للألبان المعبأة فيها نوعين، في اللبن اللي هو تترباك اللي هي العلبة الكرتون اللي حضرتك بتشوفها زي الشركات الكبيرة دي، وفي اللي هو التترافينو اللي هو الأكياس. ده موضوع وده موضوع. ايه موضوع ده وموضوع ده؟ التترباك اللي هي العلبة اللي هي الكرتونية دي، ده بيبقى لبن معالج بدرجات حرارة عالية جدا، أو البلاستيكية دلوقتي. أو البلاستيكية ممكن منها، في منهم من نوع البلاستيكية دي، ممكن تقعد لحد 6 شهور زي ما حضرتك قلت في الأول كده. تمام، مدة طويلة، بس بشرط طبعا إحكامها مقفول ومفيش أي عنصر تلوث بيدخل لها. دي تقعد 6 شهور ما فيهاش مشكلة. 6 شهور لو لسه ما اتفتحتش خالص يعني في السوبر ماركت، عشان اللي بيجيبها في البيت ومشربش منها بعد ما اتفتحت ما تتركنش فيها، تبقى في التلاجة بس برضو تبقى محكمة الغلق بقدر الإمكان وما تطولش. ما تبقاش طويل. بالنسبة للبن اللي هو الأكياس بقى أو التترافينو ده، يعني ماكسيمم بتاعه مثلا 15 يوم ممكن يروح. لكن ما فيهوش مشاكل برضو؟ لا، هو نفس اللبن ما فيش. بس أنا بكلم حضرتك مقارنة علبة بعلبة، هي دي علبة كرتون ودي علبة كرتون، دي ب 10 جنيه ودي الكيلو منها ب 17 و18. هو فرق شركة ولا فرق جودة؟ هو يعني كجودة تقريبا بنسبة 90% كله زي بعضه.